طيب سؤالي الأخير، عندي والت يعني أنا كبريد، عندي المحفظة الإلكترونية، أنا راجل مواطن أقدر أروح أفتح محفظة إلكترونية على الموبايل بتاعي عبر البريد المصري؟ أنت تقدر تعمل أي حاجة في البريد، أي حاجة، أي حاجة أنت عايزها تقدر تعملها في البريد تحت أي مسمى بقى. ممكن تبقى هنا اسمها وولت، هنا يبقى اسمها مثلا إيزي باي، هنا اسمها يلا أيوة. أب، هنا اسمها حساب بكارت ديبت، مسميات كتير. على فكرة إحنا النهاردة كمنظومة البريد المصري هو على تكامل وتواصل وتنسيق كامل مع مثلا البنك المركزي، وهو المنظم العام للمدفوعات في مصر او القطاع المصرفي. فاحنا بنخضع تحت الامبريلا بتاعت فكره ان انت بتشتغل في دوله، فانت في الاخر خالص لازم تكون كل البلايرز او الستيك هولدرز او اللي هم المتعاملين على تنسيق. طبعا احنا بننسق معاهم، بننسق مع احنا طبعا مع وزاره الاتصالات، مع البنك المركزي، مع باقي جهات الدوله، وزاره الماليه، كل الجهات دي بتشتغل في نفس الاستراتيجي، صح، في توجه واحد. فده اللي هو انت تقدر تقول ان احنا شغالين فيه دلوقتي. فكره بقى ان احنا بنسميها بمسميات مختلفه، في مش الاخر فارق خالص معايا المسمى، انا عايز الخدمه. يقدر ياخد الكارت بتاع البريد ينفذ بيه معاملاته في مكان البريد او في مكان غير البريد، يقدر ياخد الابلكيشن بتاعه يشتري بيه ويحول بيه فلوس من هنا لهنا، من هنا البنك، من البنك اي حاجه. في الاخر انت بتحاول تحقق الفكر او الجول اللي الدوله حطاه، شمول مالي، تحقيق خدمات للمواطنين بشكل ايسر واسهل، وفي نفس الوقت توصل بقى للمصريين اللي محتاجين فعلا منك انك توصل لهم، صح. واللي هم طول عمرهم بيحبوا البريد المصري. ده حقيقي، ده حقيقي. فعشان كده كانت سهله يعني ان احنا طبعا نوصلهم. اللي بيتقال ده لو كان اتقال لي مش من 40 سنه، لا من 15 سنه، ولا كنت اصدق. لو كان اتقال لجد والدتي، رجل رحمته، جد والدتي بقى حسين بك نور الدين، ده كان رجل بيشتغل في مصلحة البريد المصرية، وكان رجل بيه كده وطربوش وبتاع، جو كده كان لذيذ جدا يعني. هو فعلا حسين بك نور الدين، وانا مش من الناس التي تتباهى بأي شكل ارستقراطي كارل ماركس المدرسة يعني. ده لو كانت قال له يا حسين بيه انت مش هتدفع بفلوس، وكانوا يحكوا عنه حكاوي، وكان عنده عصاية باطشة، فيعني انتوا تضحكوا عليا، بتهزروا عليا ولا ايه؟ تريك. كل السعادة والتقدير والاحترام والتهنئة ليكوا في هذه المنشأة المصرية العظيمة بجد، وانا واثق انه هلم جرة، صح؟ ان شاء الله لسه كتير.